مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من مخيم حمد أيات للنازحين، والتي نرصد فيها الوضع الطبي والصحي لهؤلاء النازحين. نحن هنا بمجمع الوحدات الطبية، هذا المجمع الذي به عدد من الوحدات الطبية والعلاجية. مشاهدينا نحاول أن نتعرف على هذه الوحدات، نتحدث مع الأطباء ونتحدث مع النازحين وما يحتاجون إليه في هذا المخيم. كويس، لكن بالتقنية ما عربت. نعمل في هذا المخيم في إطار العلاجي والتوعوي والهيلديكيشن، التسويف الصحي، وعندنا عدة نشاطات منها الشباب والمرأة والتسخيف الصحي، خاصة في برنامج الـ HIV والهباتيتس B والهباتيتس C، لأن هذه الأمراض تعتبر من الأمراض الأكثر شيوعا في وسط التجراي، ولذلك نهتم بجانب التوعوي أكثر من العلاجي، ولكن ذلك لا نهمل الجانب العلاجي. ولنا كمية من الأدوية حوالي 4 طن من العلاجات، والآن نعمل في تنسيق كامل مع كل المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني في هذا المخيم، ونحمد الله أنه قد أتينا في وقت مبكر، وحتى اليوم لن ينقطع حتى الدواء، ومواصلين في العلاج. الأمراض التي تخيف المواطن أو المكون السوداني من التدخلات هو مثلا زي الـ HIV والهباتيتس B والهباتيتس C، لأنها منتشرة بصورة كثيرة، والآن يوجد بعض الحالات بتاعت الديارية اللي هي مثلا بتاعت الإسهالات المائية، ولكن ليس هي بالأكيوت وتر ديارية، الإسهالات العادية، ولكن عدم وجود الحمامات مخيف بأن تنتقل هذه المسألة أو تتطور إلى أكيوت ديارية، ولأن لم توجد هناك حمامات، والناس يتبرزون في العراء، وهذا من الأشياء التي تخيفنا ونشيل لها هواجس كثيرة بأن المسألة دي عشان ما تتطور تبقى أكيوت ديارية. ولكن حتى الآن نحمد الله ما في المنطقة خالية تماما من الإسهالات المائية الحادة. ومسألة الهباتيتس B والC، هؤلاء الناس أكثر ناس لهم ثقافة طبية، ولذلك يأتون بأنفسهم طوعا ليبحثوا عن الدواء في الـ HIV والهباتيتس B والهباتيتس C، ولذلك من خلال تعرفنا أو من خلال صردهم للواقع المرضي بتاعهم، احنا نقدر نتعرف على انه الاصابات، عدد المصابين بالـ HIV وعدد المصابين بالهباتيتس B والسي، وايضا احنا عندنا الكاسيت نعمل تشيك للهباتيتس B والسي والـ HIV، والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر والمنظمات العاملة في هذا المخيم. هذه الجائحة هي جائحة عالمية والكل يعلم بها، والأصوبين خاصة لهم ثقافة بذلك، ويتعرضون للفحص الأولي المسح عند دخولهم في البحر عن طريق جمعية الهلال الأحمر السوداني وعن طريق أطباء بلا حدود. ونحن أيضا لنا جهاز هنا، أي زول يدخل الغرفة نعمل له تشيك، وبعد ذلك نرفعها في التقرير الأسبوعي. لنا كل يوم الأربعاء، كل المنظمات التي تعمل في الحقل الصحي كل يوم الأربعاء لها اجتماع للوقوف على هذه الجائحة. هنالك من تم الاشتباه به فتم تحويله عن طريق منظمة كور. نعم، البعض يتحدث عن ضعف الخدمات الطبية والعلاجية، وكذلك ضعف في مسألة إقبال المنظمات المجتمع المدني على هذا المخيم، هل أثرت عليكم ضعف هذا الإقبال؟ والله هذا الضعف موجود، ولكن الحمد لله حتى الآن
الأدوية إذا انقطع في عند الهلال يكون عندنا، وإذا كان انقطع عندنا يكون عند الصنوف. لم يوجد انقطاع كامل حتى الآن. نحن الآن عدد التردد من يوم الخامس من ديسمبر حتى اليوم عدد التردد أكثر من 10,000 على الوحدة، ما بالك يعني جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الأخرى التي تعمل في هذا المجال. ولكن الدواء لم يكفي لحوجة الناس، لأن الإقبال كثير والتردد كثير والنازحين كثار. حاجتنا للدواء والله نحن نحتاج لمعونات كثيرة، خاصة في الأدوية المستخدمة للـ HIV والدرن والملاريا وغيره، لأن الملاريا اليوم بقت أصبحت مرتفعة، وخاصة الديارية اللي هي الإسهالات المائية، لأنه التبرز على الأعراء وعدم وجود المراحيض هو سبب مؤدي إلى تضخم هذه الفئة من الإسهالات. نحن بدعم من تنظيم من اتحاد الدول لتنظيم الأسرة السودانية، جينا وشغالين هنا في المعسكر. فالحمد لله يعني المجال بتاع تنظيم الأسرة تنظيمه مجال واسع، وشغالين شغل بتاع تسقيف صحي بالإضافة للوسائل، والحمد لله الوسائل كلها موفرة لنا، وفي يعني كمية كبيرة ميالين جزء معين من الوسائل، وفي ناس اصلا مركبين شرايح يعني اوير هم بالوسائل بتاعت الاسره. والمعسكر كبير شديد، فالشغل فيه هو داير جهدي، تضافر كل الجهود في بالنسبه لكل المنظمات، والحمد لله في شغل بتاع كوبرتيف كل المنظمات الموجوده، يعني حتى ما في انقطاع لوسائل الحمد لله. فربنا والله الحمد لله حاليا الامور كلها طيبه، ما معروف لقدام يحصل شنو. احنا هنا دورنا دور توعوي، عندنا هنا الأمهات طبعا جايننا من المناطق ومحتاجين لدعم معنوي، بنقعد معاهم وبنعمل لهم جلسات بتاع التصغير الصحي. وزي ما شايفين الأمهات كلهم أمهات صغار، في يعني كلهم الولادة بالنسبة لهم كانت أول تجربة بالنسبة لهم، الرضاعة ما عندهم فكرة كبيرة عنها، وهم زي ما شايفينهم شافتهم الكاميرا إنهم صغار. بنقعد مع كل واحدة براها، عندنا الكتيب الصغير ده بنديهم إرشادات من البداية، بنوري الأم كيف هي بترضع طفلة، كيف بتسنده، كيف بتشيله، كيف بتقدر تتعامل مع الطفل. بعد ذاك عندنا تاني شغل بتاع مجموعات، بعد ما نقعد مع كل واحدة براها بعد ذاك بنقعد معهم كلهم في شكل مجموعة. استفادوا كثير والله، يتكيفوا شديد للبرنامج ده، وحتى يعني يمكن شكلهم ذاته يتغير من لما نحن كانوا معانا في البدايه. الحمد لله بيجوا براهم بيجوا راجعين لنا، يقول لنا الدرس لسه مواعيد الدرس ممكن تدرسونا. الكتيب طبعا شامل وكامل. بعد ذاك اذا اي طفل اتولد معانا هنا في المخيم بعد يمكن 3-4 ساعات بنحول طوال الناس التحصين، بيتم تحصينه. وحتى الاطفال الجو من برا جو مولودين من هناك بنزل لهم اذا ما تم تحصينه بنحول طوال غرفه التحصين جنب البيجان، بنحول غرفه التحصين بيتم تحصينه. وبعد ذاك يعني شايفينهم الحمد لله هم هات انبسطوا للبرنامج كثير ومتكيفين وما عندهم مشكله الحمد لله.
والله هم أصحى حاليا كده شايفين، بس عندنا ما في ما محتاجين لي حاجه، بس بيقولوا يعني لما يكونوا مع اسرهم مع بعضهم مع اهلهم، يتلموا مع اهلهم، واحده مثلا مع زوجها مع اهلها حاسه بنفسها انها هي كده بتكون مرتاحه اكثر، والاسره بتقول لما يتلموا شمل الاسره بتكون احسن، وما عندهم مشكله كبيره هنا حاليا، بس عايزين قالوا عايزين يعني بيسرع فرصه، عايزين يمشوا منطقتهم بتاعت بقالوا مراقوبه، حاسين بنفسهم انهم هم جهجهين كده يعني، ما جزء هنا وجزء هناك من الاسره ما مرتاح، عايزين يقعدوا في منطقتهم الاصليه. ده الكلام بتاعهم كله يعني في اثناء الشغل بتاعنا، دي الحاجات اللي فهمناها منهم. كاب جرنا مسينا حمام من قدينا مسينا من منا جرى حزنا جزانا اول احنا مسينا مسينا سيئات الله مستمعين. بتقول الاخت والله انا الحمد لله ما ولدت في المستشفى، ولدت في البيت الحمد لله، لكن بعد بقت المشاكل وبعدين يخشوا في البيوت كده ما كان فكرت اطلع، لكن لما قاعد يقولوا ده يخشوا في البيوت كده خفت ورجلي خاف، طلعنا لما طلعنا ما شلنا اي حاجه، لانه انا كنت شايله الطفله والشيء اللي بيبقى لنا صعب، شلت طفلتي ومعي غيارات بسيطه، قفلنا بابنا وجينا طالعين. كمين قد من قد بقرنا نمسين حمام من قد بتاع متقشه ما نتجاوى العزاء حزينه بتاع حمام من قد جنيرو بقرنا نمسين والله جيت بكرعينا الشارع كان طويل وما كنا نعرف الشارع، يعني الناس اللي لاقونا في الشارع هم دلونا في الطريق، ما كنا بنعرف الشارع، اللهم لحد ما وصلنا هنا كانت المشوار كان مدعي، لكن الحمد لله وصلنا هنا بالسلامة. كيف وجدت المخيم؟ تعي لا مثلكي دحر وسكي أبزي كذا سبغ الله ولا تعي ريك أبزي أول هجم اسمه سنا يا اغزابير مسكن احنا بزت صبو علينا بزن حراساتاتينا توما سوتي ما بدقلو منم نغري ولوم زر احنا كنا بس لزلنا مسكن لاي. قلت لك والله انا بشكر المخيم، ويعني احسن احنا جوا ديل مرتاحين والحمد لله، افضل من الناس اللي برا في الشمس وفي الهناي، بنقول الحمد لله ما قصروا معانا، كل حاجه موجوده والحمد لله ما مقصرين معانا في حاجه. اي بس يا لالش نقر كذا لو اي تشو من عمنا اي بقى وندوچو ناتاتم ابات مالتنا بطام مطفو انتن لاين يالنا تاموالو سراسو ازي كوچ نيتن يال ابيچال كيندا منا بيسوتو شو ابرنداش ما كان ماما عاني من اي حاجه وما في حاجه، لكن ابوها معايا واخويه كده، بس هم الهسه انا شايله لهم هم ومفكره فوقهم هم لانهم برا في الشمس وكده شايلة لهم، لو كان لقينا لنا خيمة برانا كده قعدنا فيها كان بنكون أفضل وكده. هل هناك إنسان توجهنا لمنظمات المجتمع المدني للعالم عبر الجزيرة؟ عندك أي بتفلقوا نقر من آمنو دستيتا للنسو تقبلاتو تمزقم من آمنو مالاتو تقبلاتو تمزقم من آمنو مالاتو كسودانا قبتانا من آمنو سبو يالنا نقرياتو تين يا سودان اجر جبانا ونسكن لنا كل لمنا صبغ يالنا من لنا تبلاتو تناغري بقى زرزرو يا ايتردد ان كل نغر كن بقى ان السودان حزبنا نزز حجزنا زله حجز كله دعمنا انا مسكن اغزابي بعلو يحجزلنا مالك عليكم بركتكم جزاكم الله خير. احنا كمان برضو نقول لكم شكرا لكم. احنا اصلا دورنا انه نخفف التروما او الصدمه لدى المتاثرين بالحروب او الناجين من الحروب، فلدينا كثير من الحالات والاحصائيات تدل لنا على انه نازل يتعرضوا لابشع انواع العنف والتعذيب، في الغالب هم يعني يتعرضوا للعنف اللفظي، عنف جسدي، عنف غير سمى الجي بي في، او العنف المبني على النوع الاجتماعي، العنف المبني على النوع
الاجتماعي يعني متأثرين بالحروب، في اغتصاب، في غيره من الحالات، في حالات بتاعت الاتش اي في برضو كترت، في ناس برضو كان دارين يحاولوا انهم ينتحروا، يعني مبادئ الاكتئاب. الناس دي بنحاول انه نخفف لهم الاثر الناتج من الصدمه دي عن طريق الجلسات، عن طريق التنويم الايحائي، عن طريق انه برضو متعاونين مع ناس الطب النفسي هنا، برضو معانا طبيب سايكاتريست، نحاول انه نخفف من اثر الحبوب اذا كان علاج دوائي او علاج نفسي، اذا كان برضو نظريات متعلقه بهم هم كناجين. احنا راصدين حوالي 50 حالة من ناس تروما، يعني الفئات بتاعت تروما، وعندنا 47 من حالات بتاعت الجي بي في أو العنف المبني على النوع الاجتماعي. فنحن استخدمنا 100 عام أنواع من العلاج سواء كان جماعي أو فردي، بنجيبهم العيادة هنا أو نمشي لهم في مكاناتهم عشان نسهل لهم. وفي ناس ماشيين برضو السيف هاوس، نحن الناس اللي ما قادرين يبيحوا بأسرارهم أو يبيحوا بحاجاتهم وخايفين من الحاجة دي، نقلل حالات الخوف ونقلل الحاجات دي ونعمل لهم نخطهم في مكان آمن عشان يبيحوا به أو يحسوا بالأمان هم. شكرا لك. هل تقدم بشيء كثافة تمام؟ احنا مغلق علينا لانه الاوضاع اصلا ما مهيئه نفسيا، من اذا كان يعني ماديا معنويا مع النازل، يعني هم لاقين اكل شراب يعني بياثر على صحتهم، حتى في جلسات الاسترخاء مفترضهم ياكلوا غذاء متعافي ومتكامل عشان يريحهم نفسيا، وثانيا البيئه حقتهم ما ملائمه لسكنتهم هنا.